الحرب في لبنان تختلف كليا عن الحرب في غزة، وهذه الحرب في غزة قد تطيح ببايدن. أي خطر يتعرض له المقاومة في لبنان، المنطقة كلها ستشتعل. المقاومة بترتاح إذا كانت الحرب مفتوحة أمام العالم. مين بيدافع عن العالم؟ اللي دافع عن غزة. في عملاء، حتى في عملاء. لبنان سيدمر. شو المسيحية؟ إذا أمن المحبة من المسيح شو بيبقى؟ بيعملوا علم بجبل لبنان، قالوا موقع على إكس، بيصيروا إنه في ولاية جبل لبنان. بس المؤسف في الموضوع انه الشارع المسيحي بيدفع ثمن. كنت تفكر غباء بعض الذباب الالكتروني القوات مجهود شخصي، طلع لا، في تنشئه بتعلمهم هيك. يعني انا اذا بشبهك بطم حالك بالشكل مخلوقات فضائيه. رئيس حركه امل، في 11 شهيد عسكر سقطوا او ارتقوا بهذا الحرب. ياسمينة زيتون شيعيه